هلا انا مصر حسين على نقطة انه طنبروهم امبارح، اخذوهم على ساحة القتل، ومن امبارح لليوم لا حس ولا خبر، لانه ما ضل حدا لا يحس ولا يخبر. النيرب صديق صديق صديق. هذه البقعة التي اقتتل او حاول اردوغان ان يصل اليها لم يتمكن، لا هو ولا ارهابيه ولا جثث قتلى النظام التركي المرمية في مزارع النيرب، وحتى اللحظة لم يتمكنوا من سحب معظم جثث القتلى، قتلى الإرهابيين، وأيضا المصفحات والمدرعات. وبالمناسبة دبابة ليوبارد حلف الناتو، 3 دبابات دمر وليس دبابتين، وتقريبا بحدود 8 مصفحات تركية تم تدميرها تابعة للإرهابيين، وأكثر من 250 عنصر إرهابي تابع لجبهة النصرة هم قتلى. منذ مساء أمس بالعادة بعد الاشتباك أو بعد ما يحاولوا الهجوم يسعون بعد ساعتين من الهجوم لتمهيد ناري كثيف لسحب جثث القتلى. هالمرة لا، حتى تمهيد ناري لسحب جثث القتلى للإرهابيين لم يتمكنوا من فعل ذلك. الخسائر جدا كبيرة. لكن في هذه المعركة حسين كان ملاحظ أمرين: الترويج الإعلامي الكثيف من صفحات أنقرة، من أورينت، من النظام التركي ومن منصات النظام التركي الناطقة باسمه في أنقرة وفي تركيا قبل بدء المعركة، وهذه عملية الطنبرة اللي حكينا عنها، أنه قبل بدء المعركة ب3 ساعات أمس بدأ الضخ الكثيف، والأهم الفيديو الذي ظهر بأنه الدبابات التركية تتقدم على أوتوستراد أريحة، صور مقطع وتم نشره بكثافة حتى في وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي بأنه الجيش التركي سيدخل اليوم إلى سراقب والعيد بسراقب. بعد ساعتين بدأ الهجوم الإرهابي. طبعا هذه العملية هي لرفع معنويات الإرهابيين وأيضا لمحاولة إقناع الإرهابيين بأنه تفضلوا يا شباب على المعركة، صرتوا خسرانين نص إدلب، 54% من إدلب وثلث حلب، تفضلوا على المعركة، هالمرة أنا راح أدخل معكم كتركي كجيش تركي. قام الشباب الطنبر ودخلوا على المعركة. كان في من 3 محاور وكنت معي على الهواء أمس، كنت معك على الهواء حسين، في محيط النيرب والمحرقة التي يعني دمرت الإرهاب، الجيش التركي والإرهابيين. عن أي تحييد يتحدث؟ كل يوم يعلن أردوغان بأنه هناك 150 جندي في الجيش العربي السوري تم تحييدهم. يعني ما كلمة تحييد؟ أنه هل هو إنساني؟ يتحدث عن إنسانية أنه لم يتم قتل، تحييد لوين حيدون؟ كل يوم 150 جندي سوري يحيد من المعركة من قبل نظام أردوغان وصفحات أردوغان. عندما فشلوا في الجغرافيا قاموا ببدء الترويج الساعة 7 مساء بأنه صحيح لم ننجح في الجغرافيا والسيطرة على النيرب والعيد بسراقب، لكن نحن حيدنا عناصر للجيش العربي السوري. يا عمي المنتصر لا يحيد، كيف يحيد الجيش العربي السوري وهو في النيرب وكل نقاط الجيش العربي السوري في النيرب؟ وبالمناسبة تم زرع كمائن متقدمة ما بعد النيرب، وهي نقاط اكتساب جديدة جغرافية. يعني مبارح صدينا الهجوم وأخذنا نقاط جديدة بمحيط النيرب، وهي نقاط حاكمة وكمائن متقدمة. ربيع، والتحييد التحييد التحييد. نعم، المشكلة بأنهم حتى في أخبارهم يناقضون أنفسهم. يعني مثلا وكالة الأناضول ذكرت مع بعض الصفحات التركية والتابعة للإرهابيين بأن هناك استهداف لمواقع الجيش العربي السوري في مدينة النيرب وكذلك في سراقب، بينما في صفحات أخرى تقول بأن النيرب أصبحت تحت سيطرة هذه المجموعات الإرهابية. هذا التناقض بأخبارهم ما سببه؟ وكيف يبدو واقع المشهد لديك اليوم في النيرب وكذلك في محيط المنطقة التي تواجد فيها؟ لأنه لا نسمع أي مدفعية ولا أي شيء ينطلق وراءك عكس الصورة التي كانت موجودة بالأمس. قلت لك بعد نجاح الجيش العربي السوري في التصدي لهذا الهجوم وتحويل الأرض التي تقدموا إليها إلى محرقة لهؤلاء الإرهابيين،
سر التناقض هي أنه أكثر من 60 فصيل إرهابي، ولكل فصيل إرهابي 3 مراسلين ناشطين إرهابيين بيقاتلوا وبيعطوا معلومات. طبعا يتم التعميم على المراصد، هناك صفحات تسمى بالمراصد لهؤلاء الإرهابيين. لرفع المعنويات ماذا يفعلون؟ ببداية المعركة تم تدمير دبابة لجيش الدولة السورية، تم أسر عدد من العناصر. طب وين الصور؟ يعني وين الصور؟ وين الدبابات اللي احرقتوها؟ وين الغنائم اللي عم تحكوا عنها؟ وين العناصر اللي تم تحييدهم؟ كل هاد هو عبارة عن صفحات على التواصل الاجتماعي. طبعا وكالة الأناضول تأخذ من هذه الصفحات، يعني ناشط قاعد بالحدود التركية بعيد عن الجبهة 60 كيلومتر في النيرب، خطر على باله ليجيب معجبين ولايكات ولحتى أيضا يقبض، لأنه كل الصفحات كل الناشطين الإرهابيين عايشين على الدولار. مضطر ينزل الأخبار، هي غرفة عمليات واحدة تدير كل الصفحات وكل صفحات الناشطين بما فيها الخوذ البيضاء، ناشطي الخوذ البيضاء يتم الدفع لهم، مضطرين يجيبوا أخبار لو تجيبوها من السماء، يعني من أي مكان. فيتم التحدث عن دبابات وغنائم وأسر عناصر والدخول إلى النيرب وأنه النيرب صديق. طب هاي شو هاي اللي ورانا؟ يعني أستغرب بهذا الموضوع. طبعا هو الموضوع لا يؤثر أو لم يوجه، الضغط الإعلامي لا يوجه إلى يعني حواضن الدولة السورية أو للجيش العربي السوري، هو يوجه للإرهابيين الفارين. كل ما هرب الإرهابيين باتجاه الحدود التركية يتم اعتقاله. نعم، بلكي أنت أساتك بقطر وعم تبث من قطر مو محيط النيرب. لا، اليوم من اسطنبول. طيب ربيع، دعني بصورة آخر التفاصيل الميدانية لديك، إذا كان لديكم معلومات والتقدم الذي يحرز في جبهات ريف حلب وريف إدلب أيضا. نعم، طبعا بعد السيطرة على غرب حلب وأكثر من 60 قرية وبلدة ومزرعة وتلة استراتيجية، أكمل الجيش تعزيز الطوق، المكتسبات الاستراتيجية التي حققها، وأيضا بدأ بعمل من نوع آخر. يعني هي ليست فقط عملية تقدم، تعرف هناك تثبيت للخطوط، بناء دشم، رفع سواتر ترابية، تحصينات جديدة، وأيضا تمكين التلال الحاكمة التي سيطر عليها. هناك عمل جبار للجيش العربي السوري غير عمل الهجوم أيضا، يعني الوحدات الهندسية للجيش، عمليات نزع ألغام وعمليات أيضا تعزيز التلال التي سيطر عليها. هذا في غرب حلب، لكن الاستهدافات مستمرة. يعني ليس الأمر فقط مرتبط بالتقدم لوحدات الاقتحام، أنت قد تمهد إلى أريحة، تمهد إلى قميناس، إلى سرمين، أما في غرب حلب فقد تمهد باتجاه الأتارب ودارة عزة. الموضوع مرتبط أيضا ببنك أهداف يعني جوي، وهو يسبق مراحل التقدم البري أو استعادة الجغرافيا. قد يستمر الموضوع مثلا ل 24-48 ساعة أو أيام، استهداف مستودعات ذخيرة، مقرات اتصال للمجموعات الإرهابية وأماكن تجمعهم. يمهد الجيش من عدة محاور. في محيط النيرب استمر التعزيز، استمرت عملية التدشيم والتحصين وترميم الخطوط والربط بين كافة النقاط العسكرية المنتشرة في محيط النيرب، لهجوم أو لصد هجوم أو لعملية دفاعية جديدة أو هجومية جديدة من هذا المحور. قد يكون هناك تقدم في مرحلة قادمة من العمل العسكري باتجاه مناطق أخرى، لكن هناك استهدافات مستمرة إلى أريحة، إلى جبل الزاوية. أي تحرك إرهابي في محافظة إدلب أو ما تبقى منها تحت سيطرة الإرهابيين هو بالحكم حكما مستهدف من قبل وحدات الجيش العربي السوري ويتعامل معها. شكرا لك حتى هذه اللحظة مراسل الإخبارية السورية الحربي ربيع ديبا، وشكرا لفريق الإخباري المتواجد معك، كنت معنا مباشرة من محيط النيرب، وإن شاء الله يا رب قريبا نكمل باقي التحرير لكل أراضينا في محافظة إدلب العزيزة مع أهلنا هناك. شكرا لكم.